بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا العمل علما نافعا ينتفع به، وارزقنا أجره في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم على البيزك بتاع الـ ENT أو الاسينشال اوف ENT. هنبدأ نتكلم على شوية موضوعات مختارة هتهمك انك تبقى دكتور اي ان تي كويس او دكتور ممارس عام فاهم حالات الاي ان تي وقادر تعمل لها مانجمنت. دي اول نقطة. بالنسبة للشرح هيبقى ازاي، احنا هنقول شوية مواضيع بسيطة خالص بحيث ان انت لو بقيت ممارس عام وجايلك حالة اي ان تي زي اوتيتس ميديا اوتيتس اكسترنا تبدأ تعملها مانجمنت صح. هنبدأ بقى نزود شوية معلومات انك تبقى فاهم لو انت موجود في عيادة اي ان تي او بتتكلم مع نواب اي ان تي، مش شرط انك تعالج الحالة لكن تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. لو انت طبعا مهتم بالاي ان تي لازم تروح تتفرج على حالات، تبقى موجود في مستشفى لها علاقة يعني موجود في اسم الاي ان تي، تروح الجامعة. انا كل اللي هشرحه في التسجيل ده معظمكم عارف الكلام ده، يعني انا هشرح الحاجات اللي اتشرحت لك في سنة رابعة، بس بدل ما انت قعدت تذاكر الـ ENT في سنة كاملة احنا هنقول الحاجات المهمة اللي تفيدك، مش هدفنا امتحان. انا هدفي ان انت تفهم شوية معلومات اساسية في الـ ENT باعتبارك ممارس عام او عايز تعرف شوية حاجات على الـ ENT، فمش هنهتم بان احنا نقول حالات امتحان، لا انا هقول الحاجات الموست كومن اللي انت هتشوفها في الاي ان تي او انت ممارس عام مهتم بايه بحاجات معينه في الاي ان تي. ان شاء الله في التسجيل ده هتلاقي اكتر من 80-90% من الحالات اللي انت محتاج تعرفها على الاي ان تي هنقولها بطريقه اسينشال اوف اي ان تي او البيزكس بتاعه الاي ان تي، الكلام الاساسي. طبعا في تسجيل قبل كده اتكلمنا على الكومن اي ان تي بروبلم وازاي تعالجها، هنا بقى هنزود المعلومات شويه، هنقول المعلومات اللي اتدرست في سنه رابعه وانت محتاج تبقى عارفها وعندك شويه معلومات اكتر. هنقول المعلومات مبسطه جدا، ازاي تعمل للحاله مانجمنت سواء كنت هتعمل لها ريفير او لا. الهدف من التسجيل ده مش هقول معلومة جديدة، كل المعلومات اللي في التسجيل انت عارفها، لكن انا هنظم دماغك وهوفر لك وقت. يعني بدل ما تجيب كتاب الاي ان تي وتقعد تذاكر فيه مثلا اسبوع او شهر، لا انت اللي اتشرح لك في سنة رابعة، طبعا انت بعد سنة خمسة وسنة ستة بتنسى كل الحاجات اللي اتدرست في الاي ان تي، فانا هخليك الحاجات اللي انت المفروض تعرفها في الاي ان تي هوضحها لك. انت بقى دكتور عايز معلومات اكتر، مهتم ان انت تعرف شوية كلام اكتر على الاي ان تي، ممكن بقى تبدأ تسمع تسجيلات اي ان تي، تجيب كتاب الاي ان تي وتذاكره، لكن اللي انا هشرحه لك في خلال تقريبا ساعتين كافي جدا ومبسط جدا انك تكون دكتور امتياز شاطر، دكتور ممارس عام كويس جدا، او انت مهتم بالاي ان تي. طبعا انتوا هتحسوا ان الكلام كلام بلدي جدا، كلام بسيط جدا، لان انا مش هدفي ان انا اخليك تمتحن، انا هدفي ان انت تبقى دكتور شاطر، فاحنا مش هنهتم ان احنا نشرح اناتومي ولا فيسيولوجي، هنبدا نتكلم الحاله بتشتكي من ايه، بنعمل لها مانجمنت ازاي، بنعالجها ازاي، بنعمل لها ريفير، الكومبليكيشن البسيطه. مش ان انا اقول كومبليكيشن علشان واحد يخش امتحان ويكتبها، يعني ما اقعدش اقول انفلاميشن في كذا كذا وكذا وكلام كتير، لا ايه هي اكتر كومبليكيشن بتحصل، هيبقى الكلام ان انت اتنقلت من مرحله طالب لمرحله انك فعلا بقيت دكتور. ان شاء الله اللي يستفيد من التسجيلات ديت اي حد خلص سنه سته، سواء بقى دكتور امتياز، دكتور في التكليف، نايب، حتى لو نايب اي ان تي، او انت مثلا نايب مثلا بطنه ومحتاج تعرف شويه معلومات على الاي ان تي باعتبارك ممارس عام. فهنبدا بقى على بركه الله هنتكلم على الاي ان تي. اول جزء هنتكلم على الاير، هنبدا نتكلم على مشاكل الاير. هي الفسيولوجي بتاع الاير ايه؟ الاير الفايده بتاعتها الهيرنج والايكوليبريم. فوظيفة الإير إن أنت بتحس بالسمع وبتفهمه وبتعمل لك الاتزان عن طريق الانترنال إير والإكسترنال إير والميدل إير، كل واحدة فيهم لها وظيفة. فأهم حاجة إنك أنت الفايدة الأساسية بتاعت الإير هي الهيرنج والإيكوليبري.
طيب انا لما باجي اعمل اكزامينيشن للاير، ايه الحاجات اللي لازم ابص عليها؟ اول حاجه لما بتيجي تمسك الاير وتبص عليها، اتعود دايما انك تبص على الماستويد بروسيس اللي هي الحته اللي ورا الاير ديت، بتشوف هل عليها ساين اوف انفلاميشن ولا لا، اللي هي ريدنس، هوتنس، سويلنج، بين واديم. دي حاجه مهمه جدا وبتتنسي. فانت اي اير تيجي تفحصها لازم تبص الاول على الماستويد بروسيس، تشوف هل في ساين اوف انفلاميشن ولا لا. بعد كده بتبص على الاكسترنال اوديتري كانال اللي هو على الاير نفسها بقى من جوه، هل في ديس تشارج ولا لا، هل في بين سنسيشن ولا لا، جيت تمسك الاير وتشدها او تحركها، هل المريض حاسس بوجع ولا لا. بعد كده بتدخل بقى المنظار بتاع الاير وتبدا تبص كده على الاكسترنال اوديتري كانال، بتبدا بقى تشوف ايه، هل في اي مشكله في الدرام ولا لا، اللي هو ايه، في الطبله بتاعه الاذن. اول امراض بقى، احنا طبعا مش هنقول الامراض كلها اللي لها علاقه بالاير، احنا هنقول الحاجات الموست كومن، سواء انت بتتعرض ليها، سواء انت بتعالجها، سواء انت بتتسال عن الحاله ديت مثلا من اهل العيان او كده، او قرايبك او معارفك، او انك تبقى قاعد في الوحده الصحيه وجاي لك حاله فمطلوب منك انك تحولها او تعمل لها مانجمنت. فهنقول الحاجات السيمبل البسيطه. اول حاجه، حاجه اسمها البروترودينج اير او البات اير، اللي هو واحد تبقى ودنه كبيره شويه او شكلها عامله شكل ودن يعني البات اللي هو الوطواط، فانت بتلاقي ان الاير كبيره شويه ديت، كل اللي مطلوب منك انك هتلاقي فيه برومينانت اوريكل وديت كونجينيتال انومالي. انت الحاله ديت هتحولها لدكتور اي ان تي تعمل لها عمليه. ليه؟ لازم العمليه تتعمل قبل سن المدارس، علشان الطفل لما بيبقى شكله غريب كده زمايله بيتريقوا عليه فبيعمل له مشاكل نفسيه، فانت لازم تعمل له العمليه ديت قبل. طبعا بتحتاج دكتور تجميل او دكتور اي ان تي هو اللي هيعمل له العمليه دي، لان بتلاقي الطفل عنده برومينانت اوريكل فبيبقى يعني شكلها مش ظريف فزمايله بيتريقوا عليه وكده، فبتعمل له ايه، مشاكل نفسيه بس. لكن اول ما تلاقيها بتحول وخلاص، يعني تبقى فاهم بس الفكرة دي مش حالة خطيرة ولا اي حاجة، طالما السمع كويس الاير كويسة، بس احنا بنعمل العملية ديت علشان حاجة واحدة، عشان نفسية الطفل. في حاجة اسمها بري اوريكولار ساينس، في واحد ورا الاوريكل بتلاقي في ساينس كده، او يقولك ايه، تايني اوبننج ان فرانت اوف ذا اوريكل، يعني قدام الاوريكل هتلاقي في ساينس. بتبقى الساينس ديت بلايند تراكت، يعني ساينس بس وما في مش فاتحه على حاجه جوه، هي عباره عن تجويف في الجلد كده، بتبقى متغطيه بسكويموس ايبيثيليوم زيها زي الجلد. لو جيت تبص على الكلينيكال بيكتشر اللي عنده بري اوريكولار ساينس هتلاقي ما بيشتكيش من اي حاجه، اسيبتوماتيك. ممكن يجي له ريكارنت انفيكشن او ابسس فورميشن جوه الساينس دي. طبعا انا بعالجه ازاي؟ لو عملت ابسس بفتحه وافضيه وبعمل له كومبليت سيرجيكال اكسيجن لو هي انفكتد وعامله له مشاكل. مشكلتها الوحيده حكايه الريكارنت انفكشن. طب لو في هيماتوما في الاوريكل، يعني ايه هيماتوما في الاوريكل؟ يعني في كولكشن اوف بلاد بتوين الكارتليج والبريكوندريم بتاع الاير، بتلاقي الاوريكل الودن نفسها بتبقى سوولن وبينفول ومزرقه شويه وممكن تلاقيها مجمعه دم. العلاج بتاعها ان انا لازم ادي انتيبيوتيك واعمل اسبيريشن بسرعه علشان الدم ده اشيله عشان ما يعملليش انفكشن ويعمل لي مشاكل، وببدا الف الودن واضغط عليها فيرم بريشر تو افويد ريكولكشن. يعني انا ايه، فتحت وشلت الدم او بسرنجه فضيت الدم اللي موجود في الاوريكل نتيجه الهيماتوم، وابدا الف عليها لزق كويس جدا واضغط عليها عشان الدم ما يتجمعش تاني. طب ايه خطورة ان انا سيب الهيماتوما اللي موجودة في الاوريكل؟ ممكن تعمل انفكشن فتعمل بريكوندرايتس، ممكن تعمل نيكروزز، ممكن تعمل مشاكل كتيرة فايبروزز. فالهيماتوما في الاوريكل هي عبارة عن كوليكشن اوف بلاد بتوين الكارتليج والبريكوندريم، بتلاقي الاوريكل سوولن بينفول، ممكن تبقى زي السيست كده او مكلكعه فيها ايه دم. العلاج بتاعها لازم ياخد انتبيوتيك، اعمل له اسبيريشن للدم ده، و بعد ما اشيل الدم ده اعمل له اسبيريشن، بعمل فيرم بريشر عشان افويد الريكولكشن. طيب لو في اوبن تروما في الاوريكل، يعني واحد اتعور في الاوريكل في ودنه من بره بمثلا بسكينه او حد عضه او مثلا جرح بمطوه او اي حاجه، العلاج بتاعها ان انا بدي انتيبيوتيك، ولو محتاجه خياطه او اي حاجه بحتاجه دكتور، انا ما بخيطش الكارتليج على فكره،
دي معلومة أساسية، أنت ما بتخيطش الكارتليج، فبنعمل له إيميديت ريبير. طبعا بقى ايه، ممكن يروح بقى لدكتور اي ان تي، دكتور جراحة تجميل، لو كانت الايه الجرح كبير شوية، لان ممكن تلاقي ان الكارتريج لو اتقطع دي فيها مشكلة، لان احنا ما بنخيطش الكارتريج ده، بتخيط بس السكن من بره. طيب لو حصل بيريكوندرايتس اوف ذا اوريكل او انفلاميشن في الكارتريج بتاع الاوريكل، هو غالبا الاورجانيزم اللي بيعمل الحكاية ديت السودوموناس. الاسباب بتاعتها مثلا واحد جاله انفكتد هيماتوما، انفكتد لاسيريشن، دكتور جراح خيط له مثلا ودن ولا حاجه وما كانش الجرح نظيف، فبتلاقي الكلينيكال بيكتشر بينفول ريد وسويلنج في الاوريكل نفسها، ودنه نفسها من بره بتبقى بينفول محمره منتفخه، بيبقى معاها فيفر، وبتبقى الاوريكل فيري تندر، بيحس بوجع رهيب. الكومبليكيشن بتاعت ان يبقى في انفلاميشن في الكارتليج بتاع الاوريكل، ممكن يحصل نيكروزز في الكارتليج، ممكن يحصل فيبروزز في الاوريكل، الاوريكل نفسها او الودن نفسها تبقى ديفورمد او كولابسد، وبيبقى شكلها وحش. العلاج بقى واحد عنده بيريكوندرايتس في الاوريكل اعالجه ازاي؟ لازم اديله انتنسيف انتيبيوتيك، مضادات حيويه قويه تكون بتغطي مجموعه السودوموناس، يعني بديله مثلا سيفترياكزون، اوجمنتين، هاي بيوتيك. ولو في مثلا في درينج ولا حاجة زي الانفكتد هيماتوما بفضي الهيماتوما، ولو في اي نكروز تيشو او كارتليج ولا حاجة بشيله. يبقى احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على شوية امراض بسيطة خالص في الاير من بره. اول حاجة واحد ودنه عاملة زي الوطواط او البات اير، بحوله لدكتور جراحة تجميل يعمل العملية قبل ما يخش المدارس علشان الطلبة ما تتريقش عليه، وعشان نفسيا ما يبقاش عنده مشكلة. لو في بيري اوريكولار ساينس، يعني قدام الاوريكل كده في تراكت او بلايند تراكت متغطي بسكويماس ايبيثيليوم، المريض ما بيشتكيش من حاجه غير بس انه ممكن يجيله ريكارنت انفيكشن او عنده ابسس فورميشن، بعمل ايه سيرجيكال اكسيجن لو كان فيها انفكتد او لو كان فيها بص، بعالجها كانها ايه ابسس. الهيماتوما في الاوريكل يعني في تجميع دم ما بين الكارتليج والغضاريف بتاعه الاير، بتلاقي الاوريكل سوولن بينفول، بتبقى مزرقه شويه وفيها كدمه، بعالجها ازاي؟ بدي انتيبيوتيك وبعمل اسبيريشن للفلويد ده، وبعد ما بعمل اسبيريشن وبدي انتيبيوتيك لازم الف ودنه كويس واضغط عليها بفيرم بريشر تو افويد الريكولكشن. بعد كده اتكلمنا على الاوبن تروما في الاوريكل، يعني واحد اتخبط مثلا خبطه سكين، قلنا ان الكارتليج انا ما بخيطهوش، انا بخيط الايه الجلد بس، لو اتلاقيت الحاله صعبه بتحولها لدكتور تجميل او دكتور اي ان تي، واي اوبن تروما في الاوريكل لازم ياخد مضاد حيوي، ياخد انتيبيوتيك كويس. البيريكوندرايتس اوف ذا اوريكل اللي هو انفلاميشن في الكارتليج بتاع الاوريكل، قلنا ان السبب بتاعها غالبا سودوموناس، نتيجه بقى انفكتد هيماتوما، انفكتد لاسيريشن، سيبتيك سيرجيكال انسيجن، بتلاقي المريض بيشتكي من بينفول ريد وسولن اوريكل، معاه فيفر، معاها تندر اوريكل. العلاج بتاعها لازم ياخد انتنسيف انتيبيوتيك، ولو في نيكروتايزد كارتليج في المنطقه ديت لازم ايه نشيله، يعني ممكن نعمل سمول انسيجن ونعمل درينج ونشيل النيكروتايزد كارتليج. بعد كده لو في فورين بودي في الاكسترنال كانال، في الاكسترنال اوديوتري كانال، يعني مثلا في مثلا اي حاجه دخلت فورين بودي داخل فين؟ في الاكسترنال اوديوتري كانال، هو غالبا دي بتبقى موجوده في الاطفال، يعني قليل قوي لما تحصل في واحد كبير. احنا عندنا الفورين بودي ممكن يبقى مثلا حشره او لارفا، وممكن تبقى فيجيتابل او حاجه غريبه، يعني مثلا زي ايه سن زرار، زرار، حاجه من الحاجات ديت، فبتلاقي المريض غالبا اسيبتوماتيك ما بيشتكيش من حاجه، او بيشتكي من هيرنج لوس، ما عادش سامع كويس نتيجه ان الفورين بودي ده قافل الاكسترنال اوديتري كانال، قافلها خالص. او ممكن تلاقي ان الطفل او المريض بيشتكي من حاسس ان في دوشه في ودنه، او حاسس ان في اريتيشن نتيجه ان في جسم غريب، انت بتبص بالاوتوسكوب بتلاقي ان في جسم غريب، انت المفروض لو يعني ايه بتشيلها ازاي؟ انت بتشيلها بهوك او بفورسيبس او بسكشن، يبقى انت هتشيلها، ممكن لو تلاقيت ان الجسم الغريب ده او الفورم بادي حاجة بسيطة شيلها، حسيت ان فيها مشكلة حوله لدكتور اي ان تي، لان ممكن يحصل كومبليكيشن لو انت منتش يعني ايه انسكيلد
دكتور، يعني ما انتش ايه، ما انتش دكتور اي ان تي. ممكن تعمل تروما في الاكسترنال كانال، ممكن تعمل تروما في التمبانيك ممبرين، ممكن تعمل اوتيتس اكسترنال. فلو تلاقيت ان الفورين بادي ده ما انتش قادر تشيله، حول العيان لدكتور اي ان تي. ممكن بقى دكتور الاي ان تي يشيلها بفورسيبس، بهوك، يعمل لها ساكشن، ممكن يعمل لها جنرال انستيزيا، يعني على حسب بقى. لو كان طفل وانكوبراتيف ويعني وعمال يصرخ ويعيط، ممكن يتعمل له انستيزيا. ممكن كمان يتعمل اير ووش، بس طبعا احنا ما بنحاولش نعمل يعني اير ووش كده ايه يعني بسهولة دي، انت هتبعته طبعا لدكتور اي ان تي. فالفورم بودي لو حاجة بسيطة شيلها، حاسس ان هي حاجة صعبة حول العيان. بعد كده حاجة مشهورة قوي، حاجة اسمها لاسيريشن اوف اكسترنال اوديتري كانال. ديت بتبقى عند ناس كتير جدا، بتلاقي في ناس متعودة ان هي تقعد تفحر في ودانها، يقوم من النوم كده يبدأ يغسل ودنه كتير ويجيب حاجات غريبة بقى، يحط سن إبرة، سن مثلا حاجة كده فيها قطنة كده وبيغسلوا بيها الودان، الحاجات دي اللي هو كل شوية بيعمل سكراتشنج في السكين. ممكن تبقى ياتروجينيك، ان الدكتور عمل لاسيريشن في الاكسترنال اوديتري كانال وهو مثلا بيعمل اير ووش او هو بيدخل آلة ولا حاجة، لكن هي غالبا بتبقى سيلف انفليكتد، اللي هو عند الايه واحد عمال يفحر في الاكسترنال اوديتري كانال كتير. ممكن يبقى فيها مايلد بلادي اوتوريا، ممكن تلاقي ودنه بتنزل دم او بتنزل بص كده خفيف، بتبص عليها بالاوتوسكوب بتلاقي ان في تجريح في الاكسترنال اوديتري كانال. العلاج بتاعها ان احنا بندي انتي بايوتيك في الاكسترنال اوديتري كانال لوكال وسيستميك، وممكن لو فيها وجع ندي حاجه مسكنه زي الاوتال، ودي مشهوره جدا، وتعلم العيان ان هو ما يقعدش يفحر فين في الاكسترنال اوديتري كانال كتير. ليه؟ عشان ما يعملش لاسيريشن في السكن وتقلب بعد كده بانفكشن في الاكسترنال اوديتري كانال وتعمل عنده اوتيتس اكسترنال. طيب ايه هي الاوتيتس اكسترنال؟ هي عباره عن انفلاميشن في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال، هي ديت الاوتيتس اكسترنال. انفلاميشن في الاذن الخارجيه هو عباره عن انفلاميشن في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. اسباب بقى الاوتيتس اكسترنال حاجات كتير جدا، زي بكتيريا، سواء مثلا فرانكلوزز او نيكروتايزنج ايجنت او فيرال او فانجل او اليرجي او سيبوريتك، في حاجات كتير جدا. يبقى اسباب الاوتيتس اكسترنا حاجات كتير، ممكن تبقى بكتيريا، ممكن تبقى فيروس، ممكن تبقى اليرجي، ممكن تبقى فانجس. فالحاجات الكتير جدا ديت انا يهمني ان انا اعمل لها مانجمنت، ومن ضمن المواضيع المهمه جدا اللي مطلوب منك انك تبقى عارفها هي الاوتيتس اكسترنا. فالاوتيتس اكسترنا التعريف بتاعها انفلاميشن في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. الاسباب بتاعتها بكتيريا، فيروس، فانجس، اليرجي. هي بتلاقي غالبا يعني ان السبب بتاعها ممكن يبقى واحد عمال يفحر في الاير بتاعته، ان سكيلد اير ووش، المرضى اللي عندهم ديابيتس، الناس اللي بتعوم وحاجات كده. فدايما الودن اللي بتبقى مبلوله كتير بيحصل فيها اوتيتس اكسترن. فطبعا ممكن بقى في ناس كتير بتلاقي بتقعد تفحر في ودنها، تجيب قطنه وتقعد تعمل مشاكل كده. فطبعا ده المفروض ان الواحد ما ينضفش ودنه كتير، يعني لان الشمع ده حاجه مهمه، مش حاجه وحشه. بتلاقي المريض بيشتكي من اير ايك، بيبقى الوجع بتاع الاكسترنال او الاوتيتس اكسترنا بيبقى سيفير ثروبنج بين، بيزيد لما يحرك الجو، يعني لما يبدأ يعمل ماستيكيشن، لما يبدأ يمضغ الأكل. ممكن لو بكتيريال انفكشن ممكن تلاقي فيه ديستشارج نازل أو فيه بص، وممكن المريض يحس إن هو مش سامع كويس نتيجة إن الإكسترنال أوديتري كانال مقفولة نتيجة الالتهاب. بتيجي بقى تبص على الأوريكل بتلاقي تندرنس أون بريشر، أول ما تيجي تضغط على التريجس أو تحرك الأوريكل يحس بوجع. بيبقى فيه ريد تندر سويلنج في الاير، ودنه محمره وفيها الم. ممكن يبقى فيها اوتوريا، اوتوريا يعني فيه فلويد كده نازل من الاير. بيبقى معاها ليمفانجايتس وليمفادينايتس، اللي هو بوست اوريكولار ليمف نود بتبقى كبيره شويه. العلاج بتاع الاوتيتس اكسترنا احنا بندي انتيبيوتيك وانالجيزيك. ممكن نعمل غسيل ودن مثلا ولا حاجه، ممكن يعني بتدي بقى لازم تدي انتي بايوتيك سيستميك،
وممكن تدي انالجيزك مثلا مسكن، لان الوجع بتاعها بيبقى فيها تندرنس، في سويلينج، فبيبقى فيها وبيبقى سيفير بين وثروبينج بين. هي المشكله بتبقى اكتر لو المريض بقى عنده ديابيتس او في عنده مشكله، فلان الديابيتس دوت بيبقى على طول عنده ريكارنت انفكشن، فبتلاقي عنده الاوتيتس اكسترنا بتجيله كتير. فلو مريض عنده ديابيتس لازم بقى ترزعه مضادات حيويه محترمه جدا، وممكن تعمل له اورال تويلت، وممكن ياخد لوكال انتيبيوتيك اير دروب، وممكن توصل ان احنا ممكن نعمل له سيرجيكال تريتمنت. فلو لقيت مريض عنده مشكله ومع الاوتيتس اكسترنا وما بتحسنش معاك مع الانتيبيوتيك والانالجيزك وعنده ديابيتس، لا احوله. ليه؟ ممكن نشيل الجرانيوليشن تيشو اللي موجود في الاكسترنال اديوتري كانال، ممكن نشيل النكروتيك تيشو، فبيبقى محتاج تدخل جراحي ومحتاج دكتور اي ان تي هو اللي يتابع الحاله. ده بالنسبه للبكتيريا الاوتيتس اكسترنا. يبقى تعريف الاوتيتس اكسترنا هو ايه؟ انفلاميشن في السكن بتاع الاكسترنال اديوتري كانال، اسبابه بكتيريال، فيروس، اليرجي، وفانجس. المريض بيشتكي من ايه؟ اير ايه، بيبقى سيفير ثروبنج بيزيد مع المدغ ومع حركه بقه، ممكن يبقى فيها ديس تشارج، وممكن يقولك انا مش سامع كويس، بتلاقي فيه تندرنس لما تضغط على التريجس، لو حركت الاوريكل او مسكتها بيحس بوجع، ممكن تلاقي في ريد وتندر سويلنج في الاير، ممكن تلاقي اوتوريا، ممكن تلاقي ليمفانجايتس وليمفادينايتس. العلاج بتاعه بياخد سيستميك تريتمنت انتيبيوتيك وانالجيزيك، ممكن ياخد لوكال تريتمنت ان هو ياخد برضك ايه لوكال انتيبيوتيك ولوكال انالجيزيك، وممكن نعمل له اورال تويلت اللي هو نغسل له ايه زي الاير ووش كده. المشكله لما بيبقى المريض عنده ديابيتس او كبير في السن، ده بناخد بالنا منه علشان ما يحصلش انفلاميشن كتير قوي في الاكسترنال اير، لان الاكسترنال اير يا جماعه نايمه على البيز اوف ذا سكال، فعشان ما يحصلش مشاكل لو تلاقيت المريض كبير في السن او عنده ديابيتس او ما بيستجبش للعلاج، حوله لدكتور اي ان تي علشان لا ممكن يشيل الجرانيليشن تيشو اللي موجود، ممكن يعمل ديبرايتمنت للنيكروتيك تيشو. اما الفيرال اوتيتس اكسترنا هي نفس الكلام، بس بتلاقي ان السبب بتاعها غالبا هيربس زوستر فيروس. المريض بيشتكي من سيفير اير ايك، بيبقى حوالين الاير نفسها، ممكن تلاقي فيزيكال في الاوريكل وفي الاكسترنال اوديتري كانال، ممكن يبقى معاه شويه مثلا دراي اي، ممكن يبقى معاه فيرتايجو. العلاج بتاعها بندي انتي فيرال زي الاسايكلوفير اورال ولوكال، ممكن ندي كورتيكوستيرويد لارج دوز ومعاها طبعا انالجيزيك، لان الاير ايك بيبقى الوجع بتاع الودن بيبقى صعب مش حاجه سهله، فلازم تدي انالجيزيك ولازم تدي مسكن. الاوتومايكوزز او الفانجل اوتيتس اكسترنا هي عباره عن فانجل انفكشن في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. تاني، الاوتومايكوزز هي عباره عن فانجل انفكشن في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال، او اللي احنا بنسميها اوتيتس اكسترنا او فانجل اوتيتس اكسترنا. الاورجانيزم ممكن يبقى الاسبرجيلاس او الكانديدا، ده بتبقى يعني مين اكتر ناس يجي لها فانجل انفكشن؟ الناس اللي بتستعمل انتيبيوتيك اير دروب لفترات طويله، او اللي عنده ديابيتس. فلو تلاقيت واحد عنده فانجس انفكشن في الاكسترنال اوديتري كانال، شك الاول ان هو عنده ديابيتس، او تساله كده هو بياخد مضادات حيويه لوكال لفترات طويله. المريض بيشتكي من ايتشنج، وده حاجه مميزه جدا في الفانجس ان بيعمل ايتشنج، وبيبقى معاها كمان بين نتيجه السكندري بكتيريال انفكشن، ممكن يبقى مش سامع كويس، ممكن تلاقي فيه اوتوريا اللي هو فيه فلويد كده نازل من الاكسترنال اوديتري كانال. العلاج بتاعها لازم اعمل ريموفال للفانجل ماس عن طريق بقى ان انا بعمل اير ووش، بعمل ساكشن، وبندي انتي فانجل دراج زي النيستاتين، بندي فانجي سايدال دراج اير دروب او كريم، ممكن كمان ندي كراكتوليتيك زي الاسبرين او السلسليك اسيد 1-2% بنحطه في الكحول عشان يموت الفانجس. فانت تتعود دايما الاكسترنال اوديتري كانال لو فيها فانجس حوله لدكتور اي ان تي. ليه؟ لان هو ممكن غالبا هيعمل له اير ووش، ولازم تشيل الفانجل ماس. فتاني الاوتومايكوزز، نعيدها بسرعه، الاوتومايكوزز هي عباره عن فانجل انفكشن اوف ذا سكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. الاورجانيزم اللي عاملها الاسبرجيلاس او الكانديدا، بتيجي اكتر لمين؟ للناس اللي بتاخد لوكال انتيبيوتيك
اير دروب لفترات طويله، او اللي مناعته ضعيفه زي الدايابيتس او بياخد كورتيكوسترويد. المريض بيشتكي من ايتشنج، وهي ديت الحاجه الاساسيه ان هو عمال يهرش، ومعاها بين نتيجه السكندري بكتيريال انفكشن، وفي اوتوريا وفي ديفنس. العلاج لازم نشيل الفانجل ماس، الجزء الفانجس اللي عامل المشكله يتشال. ممكن طبعا نعمل اير ووش، وبندي انتي فانجل دراج لوكال وسيستمي. بندي بقى فانجيسايدال اير دروب او كريم زي النيستاتين. اما الاليرجيك اوتيتس اكسترنا، هي عباره عن اليرجيك درماتايتس، التهاب في الجلد عادي بس مخصص او اكتر في الاكسترنال اوديتري كانال. يبقى الاليرجيك اوتيتس اكسترنا هو عباره عن اليرجيك درماتايتس في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. يعني كل اللي المريض بيشتكي منه هو ايتشنج، هي حساسيه في الجلد بس، فبيشتكي من ايتشنج. ممكن يبقى معاها اديمه. طب انا بعالج الالرجي ازاي؟ ان انا بدي انتي هيستامينك اير دروب او لوكال انتي هيستامينك وسيستميك انتي هيستامينك، وممكن ادي لوكال استرويد دروب. ده حاله الالرجيك اوتيتس اكسترنا. يبقى احنا يا جماعه اتكلمنا على الاوتيتس اكسترنا، قلنا ان الاوتيتس اكسترنا تعرفها انفلاميشن في السكن بتاع الاكسترنال اوديتري كانال، اسبابها بكتيريال، فيروس، فانجس، اليرجي. قلنا الاعراض بتاعتهم كلها قريبه قوي من بعض، بيبقى فيه وجع في الاير، اير ايك، بيبقى سيفير ثروبنج، بيزيد مع الحركه بتاعه الفك، ممكن يبقى معاها ديستشارج، بيبقى فيه تندرنس لما تيجي تضغط على التريجس او تحرك الاوريكل، بيبقى معاها لوكالايزد ريد تندرنس سويلنج في الاير، ممكن يبقى معاها اوتوريا ولينفانجايتس ولينفادينايتس. العلاج بتاعهم كلهم ان احنا بندي انتي بايوتيك وانالجيزيك سيستميك. لو كان فايرال بندي انتي فايرال، لو كان اليرجي بندي انتي هيستامينيك وبندي ستيرويد، لو كان اوتومايكوزيس او فانجس انفكشن بيبقى بس معاها اتشنج زياده عن اللزوم، وبيبقى لازم نشيل الفانجس ماس. بعد كده الواكس او الشمع بتاع الاير، سؤال هتتسأله كتير جدا ولازم تبقى عارف اجابته. يا دكتور ودني فيها شمع اشيله؟ يا دكتور انا لو شلت الشمع من ودني هبدأ يبقى بقيت بقى مدمن ولازم كل شهر او شهرين اروح لدكتور الاي ان تي اشيل الشمع؟ بصم الاجابة واضحة، الشمع مفيد جدا للاير، بشيله بس لو عامل مشكلة، لو مش عامل مشكلة مش هشيله. يعني هي ديت الاجابة الشافية الوافية، طول ما الشمع مش عامل مشكلة مفيش منه أي مشكلة، ده حاجة مفيد، لو عمل مشكلة يتشال. طيب ايه هي الفانكشن بقى بتاعت الشمع ده؟ هو بيعمل لابريكيشن للسكن بتاع الاكسترنال كانال. كمان فيه سبحان الله في فانجيسايدال وبكتيريسايدال انزيم، فتموت الفانجس وتموت البكتيريا اللي موجودة في الاكسترنال اوديتري كانال. كمان هو بيبقى شمع يعني طبقة لزجة كده وبتخلي الحاجة تلزق فيها، فلو دخل أي تراب أو رمل أو أي حاجة دخلت الإير تبدأ تلزق في الشمع ده، فما تأذيش الطبقة الداخلية من الأذن أو ما تخشش على الميدل إير. طيب إيه هي سبب إن الشمع ده أو الواكس يتجمع؟ أشهر حاجة وأكتر حاجة إن المريض بنفسه يجيب حتة قطنة ويبدأ يعني ايه ينظف الشمع. هو ما بيجي ينظف هو بينظف الجزء الخارجي وبحركته بيزق الشمع الجو. يبقى تاني ايه هي اكتر اسباب او ايه هي اسباب الواكس اكوميليشن؟ اول حاجة ان غالبا المريض هو اللي بيجيب قطنة ويبدأ يزق وينظف في ودنه، فلما بيعمل يزق وينظف بيعمل بوشنج للواكس ديبر في الاكسترنال اوديتري كانال، فهو اللي بيزقه فيخليه يتجمع. تاني اسباب بقى او تاني سبب ان الشمع بيبقى موجود كتير زياده الواكس برودكشن، او ان الاكسترنال اوديتري كانال نفسها تبقى ضيقه. طيب ايه المريض هيشتكي من ايه لو عنده واكس اكوميليشن، يعني عنده واكس كتير او عنده شمع كتير؟ ممكن الشمع نفسه يبقى عامل اوكلوجن او اوبستراكشن في الاكسترنال اوديتري كانال، فالمريض يبقى مش سامع كويس، ودي بنسميها كوندكتيف هيرينج لوس. ده بيبقى ان القناه بتاعه الاكسترنال اوديتري كانال فيها شمع كتير فالصوت ما عادش قادر يوصل. ممكن يبقى المريض يشتكي من ان هو حاسس بوجع نتيجه ان في ماس جوه ودنه، ان الواكس ده عامل له ماس وتعبان. العلاج لو كان هارد واكس بنعمل سوفتنينج للواكس ده بحاجه مثلا حاجه بتدوب زي الجليسرين مثلا،
طيب الواكس لو عامل مشكلة ممكن نعمل ريموفال للواكس عن طريق الاير ووش. يبقى الواكس حاجة بسيطة جدا وله مهم، يعني الفانكشن بتاعته مهمة جدا، ان هو بيعمل لابريكيشن للسكن بتاع الاكسترنال كانال، في فانجي سايدل وفي بكتيريا سايدل انزيم، بيمنع التراب والعفر والحاجات دي كلها ان هي تعمل مشاكل في الايه. لكن لو الواكس عامل مشكلة، سواء بقى يعني هيرنج لوس، عامل بين نفسه، الواحد حاسس ان ودنه فيها حاجة كده او طنين، او حاسس ان ودنه مقفولة، لا هنشيله، مفيش فيها اي مشكلة، بنشيله بان احنا بنعمل يعني اير ووش، غسيل ودن، او ان احنا لو كان الواكس ده ناشف شوية بنعمل له سوفتنينج، ان احنا بنحط عليه جليسرين صوديوم او حاجة كده يعني بتدوب، زي مثلا ريمو واكس، في ادوية كتير بتدوب الايه الشمع ده. طيب طالما اتكلمنا على الاير ووش، نعرف بقى شوية معلومات بسيطة على الاير ووش. اول حاجة الاير ووش، ايه هي الانديكيشن اللي تخليني اعمل اير ووش؟ يعني انا لامتى اعمل لواحد اير ووش؟ اول حاجة لو كان الواكس قافل الاكسترنال اديوتري كانال، او كان المريض نتيجة الواكس ده مش قادر يسمع كويس، يعني الواكس او الشمع ده قافل الاكسترنال اديوتري كانال ومخليه مش سامع كويس، او بعمل اير ووش لو في فورين بودي في الاكسترنال اديوتري كانال، او واحد عنده اوتو مايكوزيز. يعني ايه اوتو مايكوزيز؟ يعني عنده فطريات في الاكسترنال اديوتري كانال، فلازم اغسل الاكسترنال اديوتري كانال وانضفها من الفانجس. مش احنا قلنا ان العلاج بتاع الاوتو مايكوزيز لازم نشيل الفانجس ماس، لان الفانجس بيزرع نفسه جوه السكن بتاع الاكسترنال اديوتري كانال، فلازم اشيله. يبقى تاني ايه هي الانديكيشن اللي تخليني اعمل اير ووش؟ اول حاجه لو كان في كومبليت اوكلوجن او بارتشال اوكلوجن في الاكسترنال اديوتري كانال مؤدي الى هيرنج لوس، او في فورين بودي في الاكسترنال اديوتري كانال، او في فانجس في الاكسترنال اديوتري كانال. طيب ايه هي الكونترا انديكيشن؟ يعني مين الناس اللي ممنوع ان انا اعمل لهم اير ووش؟ ممنوع تعمل اير ووش لواحد عنده تيمبانيك ميمبرين بورفوريشن، او واحد عنده فيستولا ما بين الميدل اير والانر اير، او واحد عنده مشكله بقى في الاكسترنال اوديتر كانال ان في فيجيتابل فورين بودي او امباكت فورين بودي. التكنيك بقى بتاع الاير ووش ده لازم تروح اسم الاي ان تي، تتفرج على دكتور النواب بقى بتوع الاي ان تي وهم بيعملوا اير ووش. بس هي معلومة بس تكون عارفها، انك بتستعمل المية اللي بتغسل بها الاير لازم تبقى درجة حرارتها 37، نفس درجة حرارة الجسم، عشان ما يحصلش كومبليكيشن. انت بتعمل بتشد الاوريكل اب وورد اند باك وورد عشان تخلي الاكسترنال اوديتري كانال يعني على نفس الخط كده، وبتبدأ بقى تعمل ايه، تغسل الاير. طبعا لازم تتفرج على فيديوهات وتروح اسم الاي ان تي عشان تتفرج على الاير ووش. طب ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من الاير ووش؟ اول حاجه ممكن يحصل قف، يحصل سينكوب نتيجه الفيجاس استيميوليشن، لان بيحصل استيميوليشن للفيجاس نيرف، فممكن المريض يكح او يخش في سينكوب. بيحصل بقى معاها فيرتايجو، ممكن طبعا لو دكتور غشيم شويه ممكن يعمل تروما نتيجه ان هو يعمل رابشر تمبانيك ميمبري. طبعا ممكن الاير ووش نفسه يعمل انفكشن فيعمل اوتيتس اكسترنا او اوتيتس ميديا. ده اللي مطلوب منك بس تعرفه على الاير ووش. احنا اتكلمنا على ايه لحد دلوقتي؟ اتكلمنا كلام مبسط جدا على الاوتيتس اكسترنا، ووضحنا الفرق ما بين البكتيريا والفيروس والفانجس والالرجي بتوع الاوتيتس اكسترنا. بعد كده اتكلمنا على فوائد الشمع واهميته، واتكلمنا على الاير ووش. كده احنا خلصنا الاكسترنال اير، نخش على الميدل اير. الميدل اير فيها مشاكل كتير اشهرها الاوتيتس ميديا، لكن في مشكله لازم برضو تبقى عارف عنها معلومه، هي تروماتيك بيرفوريشن اوف ذا درام، اللي هو واحد الطبله اتخرمت. لها اسباب كتير قوي زي الاندايركت تروما، الدايركت تروما، البارو تروما اللي هو واحد ركب طياره او تعرض لضغط عالي، او في دايركت تروما زي فورين بادي، او الاير ووش نفسه ممكن يعمل يخرم الطبله، او حصل تيمبرو من بون اللي هو التيمبرو البون حصل فيها فراكشر. طيب لما بيجي لك واحد بقى عنده يعني رابشر للدرام، الطبلة اتخرمت، بيشتكي من ايه؟ اول حاجة بيشتكي منها هي الاير ايك، وجع في الودن.
تاني حاجة بيحس بفرتايجو، بتلاقي فيه بلادي اوتوريا، في دم نازل من ودنه. بيبدأ يحصل ان الاير بيبدأ الهواء نفسه بيخش على الاير وهو بيتنفس، لان احنا عارفين ان في قناة استاكيوس موصلة الاير بالنوز. بيبقى يشتكي من تينيتس، حاسس بدوشة وحاسس ان هو مش سامع، يبقى ديفنس وتينيتس اللي هو حاسس بضوضاء كده ودوشة. يبقى تاني، ايه هي الكلينيكال بيكتشر اللي المريض هيشتكي منها لما الطبلة تتخرم او بيرفوريتنج درام؟ اير ايك، فيرتايجو، ديفنس، تينيتس، بلادي اوتوريا، اير كامز فروم ذا اير ديورينج النوز. طيب الساين، هتيجي الساين طبعا انت لازم تبص على ودنه بالاوتوسكوب، هتلاقي بقى فيه بورفريشن. البورفريشن ده بقى ممكن يبقى سنترال، انترو، انفيريور، الريجولار، ماشي. وكمان بتلاقي المريض عنده كونداكتيف ديفنس، ما عادش سامع كويس بودنه. الديفرنشال دايجنوزيس بقى اي باثولوجيكال فراكشر او اي سايبيراتيف اوتيتس ميديا ممكن يبقى فيها بص فتخلي الممبرين يرابشر. طيب ايه هو العلاج بقى بتاع ان واحد عنده الاير درام او الطبله اتخرمت؟ اول حاجه كونزرفاتيف. ليه؟ لان نورمالي ان الطبله لما بتتخرم بتهيل لوحدها في خلال تقريبا شهر ونص، يعني من شهر لشهر ونص، بس انا لازم ادي بروفلاكتيك انتيبيوتيك، ولازم برضك تعلم المريض شوية حاجات، او انت كدكتور تبقى عارف ان اللي عنده الطبلة مخرومة ما تعملوش اير ووش، ما تستعملوش اير دروب، ماشي، ما تخليهوش يغسل ودنه بمية. طيب لو حسيت ان هو قاعد فترة طويلة او عنده برفوريت درام وما تعالجش او ما التقمتش، بتحوله بقى ايه لدكتور اي ان تي، هو هيشوف الموضوع ده. يبقى تاني، لو جالك واحد عنده برفوريتد اير درام، اسبابها ان دايركت تروما ودايركت تروما، ايا كان بقى فورين بادي، سيلف انفليكتد، اير ووش، انسترمنت، بارو تروما، اتعرض لمنطقه فيها انفجار ولا حاجه، المريض بيشتكي اللي عنده الطبله اتخرمت، اير ايك، فيرتايجو، ديفنس، تينيتس، بلادي اوتوريا، بيبقى عنده برفوريشن بقى لما بتيجي تبص عليها وما هوش سامع كويس. العلاج بتاعه كونزيرفاتيف لان الطبله غالبا بتلم لوحدها من شهر لشهر ونص، لازم اديله انتيبيوتيك، ما بنستعملش اير دروب ولا بيبدا يغسل الاير، ما يعملش اير ووش. في برضك معلومه، حاجه اسمها يعني ايه الباروتروما، اللي هو الناس بقى اللي بتركب طيارات وكده، ففي بس معلومه ايه، ان المفروض يعني ان اللي بيتعرض للغطس او بيركب طياره المفروض ان هو يحاول يفتح القناة ستاكيوس، يعني ايه اكتف، يعني هو يحاول يبذل مجهود زي ان هو يتاوب، ياكل لبان، يعمل كأنه بيبلع، يحرك بقه. المفروض ان اللي عنده مشكلة في قناة ستاكيوس يعني مثلا ايه فيها obstruction، زي ان هو عنده upper respiratory tract infection، عنده allergy، عنده adenoid، فده بيحاول ان هو يا ريت ما يسافرش في الفتره دي، يعني لو عنده برد بلاش يركب طياره. بس ده كان زمان ايام ما كانت الطيارات مش معادله الضغط، يعني ده موضوع من المواضيع القديمه بقى زمان. ليه؟ كانت الطيارات القديمه ما كانتش فيها معادل للضغط. دلوقتي الطيارات انت بتركبها ما بتحسش باي ضغط ولا اي حاجه، بس برضو تبقى عارف انك انت المشكله ان بتبقى قناه ستاكيوس مقفوله. طب افتحها ازاي؟ بان انت تتاوب، تاكل لبان، تحرك بقك عشان تفتح قناة استاكيوس. يعني هي دي بس المعلومة البسيطة، يعني مش محتاج اكتر من كده. ده كان موضوع قديم زمان، يعني ايه كان زمان يقولك ايه ان المفروض اللي عنده upper respiratory tract infection ما يعملش دايفنج ولا يركب طيارة، ما تنامش وانت في الطيارة بالذات، خصوصا يعني وانت والطيارة بتعمل هبوط. طيب لو عندك مشكلة لازم تفتح قناة استاكيوس عن طريق انك تندغ لبان، تبدأ تحرك بقك، تتاوب. لكن بصراحة دلوقتي الطيارات الجديدة يعني الحاجات دي بقت الموضوع ده يعني موضوع ما عدناش بنتكلم فيه قوي. بعد كده موضوع تروما او موضوع طوارئ، تبقى بس عارف شوية معلومات منه للإي إن تي، عشان بس لو الكلام اتقال قدامك تبقى فاهم هما بيتكلموا ازاي. لو حصل فراكشر في التيمبرال بون، التيمبرال بون ديت لها علاقة بالإي إن تي، لها علاقة بالإير، فلما بيحصل
تيمبرال بون فراكشر، سواء بقى كان الفراكشر نفسه لونجيتيودينال ترانزفيرز او ميكسد، بتلاقي ان المريض بيشتكي من ديفنس، اوتوريا، ممكن يشتكي من فيشال بولسي، ممكن يشتكي من بوست تروماتيك فيستيبولار سيستم سيبتوم اسف، زي ان هو بقى عنده فيرتايجو، عنده تينيتاس، عنده ديزينس، نتيجه ان العظمه ديت لما بتتكسر. العظمه ديت يا جماعه لها علاقه بالاير والدرام والميدل اير والماستوي، مش مشكله اناتومي ولا هنقول اي حاجه عن عن الاناتومي، لكن التيمبورال بون لما بتتكسر افكت الاكسترنال اير، الدرام، الميدل اير والماستوي. فبتلاقي المريض بيشتكي من ديفنس، اوتوريا، ممكن بقى نتيجه ان السي اس اف بينزل او في بلاد، يعني بينزل من الودان كده سائل، سواء السائل بقى دوت كان ميه زي السي اس اف او بلاد. ممكن تلاقيه بقى بيشتكي من فيشال بولسي، ممكن يشتكي من شويه اعراض بقى بعد التروما اللي هي فيرتايجو، تينيتاس، ديزينس. فانا بس عايزك تعرف معلومه، ان لما تلاقي مريض فيه فلويد بينزل من الاير بتاعته، ممكن يبقى الفلويد ده سي اس اف، يعني بس المعلومه دي بس كافيه بالنسبه لي. لو في بلاد وهو عنده تروما، يعني مخبوط في راسه او اي حاجه، وتلاقيت فيه بلاد او فلويد او ميه او سي اس اف نازل من الاير، اعرف ان في احتمال ان يكون في كسر في قاع الجمجم او كسر في التيمبورال بون، يعني هي دي بس اللي انا عايزك تعرفه. ممكن بقى نتيجه الخبطه تلاقي المريض يبقى بيشتكي من ديفنس، اوتوريا، فيرتايجو، ديزينس، الحاجات دي بس تبقى عارفها، لكن التفاصيل ما تهمكش في حاجه بصراحه. بعد كده هنتكلم على موضوع من الموضوعات المهمه جدا، هو الاوتيتس ميديا. احنا لحد دلوقتي اهم موضوع اتكلمنا عنه هو الاوتيتس اكسترنا، تاني موضوع مهم هنتكلم عنه هو الاوتيتس ميديا. الاوتيتس ميديا التعريف بتاعها ايه؟ انفلاميشن فين؟ في الميدل اير بس. طب المكونات بتاعه الميدل اير هي ايه؟ التيمبانيك كافيتي وقناه ستاكيوس والماستويد اير سيلز. انواع الاوتيتس ميديا كتير بقى، اكيوت اوتيتس ميديا، كرونيك اوتيتس ميديا، ممكن تبقى سابيراتيف اوتيتس ميديا، ممكن تبقى نون سابيراتيف اوتيتس ميديا. بصفه عامه احنا هنتعامل مع الاوتيتس ميديا طبيا بقى ان احنا هنقسمها لحاجتين، اكيوت اوتيتس ميديا وكرونيك اوتيتس ميديا. الاول هنبدا بالاكيوت اوتيتس ميديا، هي عباره عن انفلاميشن في الميدل اير، اكيوت انفلاميشن. الاسباب بتاعتها كتير بقى، زي كوزاتيف اورجانيزم زي الاستاف والستريبت، الهيموفلاس انفلونزا، ممكن يبقى شويه مشاكل زي السيانايتس والراينايتس والتونسولايتس يعملوا مشكله يؤدوا الى اوتيتس ميديا، ممكن يبقى فيه مشكله في الاكسترنال اديوتري كانال ويحصل تيمبانيك ممبرين بيرفوريشن فتبدا تنقل المرض فيحصل اوتيتس ميديا. فبيبقى فيه شويه اعراض، ممكن تلاقي المريض بيشتكي من ديفنس، تينيتاس، المريض مش سامع كويس، في شويه اير ايك، ممكن تيجي تبص على التيمبانيك ميمبرين تلاقي فيه كونجست التيمبانيك ميمبرين، ممكن تلاقي المريض فيفر، عنده شويه فيفر كده وساخن، حاسس بين في اير ايك وثروبنج بين، حاسس بوجع جامد في ودان. ممكن كمان تلاقي ان المريض مش سامع كويس، في ديس تشارج نازل من الاير، سواء بقى كان اوتوريا، سواء بلاد او ميوكوبيرولانت، ممكن تلاقي المريض مش سامع كويس. ده كلام عام وبسيط، اساسياته ايه؟ ان اللي عنده اكيوت اوتيتس ميديا بيشتكي من شويه اعراض اساسيه، هي الفيفر، اير ايك، وجع في ودنه، بيحس ان هو مش سامع كويس، عنده تينيتس، حاسس ان هو مش مظبط كده، ممكن يبقى عنده ديفنس مش سامع كويس. ممكن بقى لو التيمبانيك ميمبرين رابشر تلاقي فيه بص او بلد نازل من الاير. طب العلاج؟ لو ما فيش بيرفوريشن، يعني ما حصلش بيرفوريشن للدرام، بندي انتي بايوتيك لمده 10 ايام، وعشان اعالج الوجع بدي انالجيزك، وعشان اعالج السخونيه او الفيفر بدي انتي بايوريتيك. كمان لازم ادي نيزل ديكونجيشن دروب. سيرجيكال بقى ممكن ايه؟ انت دكتور إيه؟ طبعا لو حسيت ان المريض بقى محتاج جراحه بتبعته طبعا لدكتور اي ان تي. طيب لو المريض حصل له بيرفوريشن، يعني لو المريض جاي للعياده كان عنده اوتيتس ميديا وجاي بيشتكي ان في ديس تشارج نازل من الاير، بياخد انتيبيوتيك لمده 10 ايام، بتبدا تدي له توبيكال انتيبيوتيك وافويد الووتر، ما تدخلوش ميه جوه ودنه،
يبقى تاني الأكيوت أوتيتس ميدي، بسيطة خالص. الأكيوت أوتيتس ميدي هو الكلام، طبعا احنا مش بنقول الكلام النظري، احنا بنقول الكلام العام بقى، ايه اللي هو الكلام اللي انت هتشتغل بيه. الأكيوت أوتيتس ميديا أكيوت انفلاميشن في الميدل ايه. طبعا لو جيت تقرا التعريف هيقول لك ايه، أكيوت انفلاميشن في الميوكو بيري اوستيال لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، من الاخر يعني في انفلاميشن في الميدل اير. اسبابه ممكن يبقى ستاف ستريبت هيموفلس انفلونزا راينايتس ساينوسايتس تونسولايتس، اسباب كتير جدا. اهم حاجه ان المريض بيشتكي من ايه، بيشتكي من فيفر، اير ايك، تينيتس، ديفنس، مش سامع كويس، تيجي تبص على التمبانيك ميمبرين تلاقيه محتقن. لو حصل بيرفوريشن هتلاقي المريض بقى جاي لك بتسد شارج نازل من الاير. طب لو ما حصلش هتلاقي جاي لك بألم رهيب، في الحالتين طبعا في ألم، فبدي انالجيزيك انتي بايوريتيك نيزل ديكونجيشن، ولازم ادي انتي بايوتيك لمدة 10 ايام. في بقى الاوتيتس ميديا او الاكيوت اوتيتس ميديا في الاطفال، هو الاوتيتس ميديا منتشرة اكتر في الاطفال. ليه؟ علشان الروت اوف انفكشن زي القناه ستاكيوس دي بتبقى قصيره وواسعه ومور هوريزونتال، فبتبقى اسهل ان يحصل فيها ايه انفكشن. تاني حاجه السورس اوف انفكشن ان هو بتلاقي عنده تونسولايتس، الاطفال بتجيلها كتير التهاب في اللحميه تونسولايتس، بيبقى عنده في الاطفال طبعا بيجيلها على طول جاسترو انترايتس، بيبقى عند يعني الاطفال مناعتها ضعيفه، فبتلاقي الطفل بيشتكي من فيفر فوميتنج دايريا، بس بتلاقي الطفل بيحس بوجع في ودانه، عمال يشد في ودانه، عمال يدعك في ودانه. فدايما لما تلاقي طفل ساخن ماسك ودانه عمال يشد في ودانه بص على التمبانيك ميمبرين. طبعا علاج الاوتيتس ميديا في الاطفال عادي كأن بعالجهم زي الكبار، ما فيش فيهم اي مشكله، بس انت لازم تبقى عارف ان الاوتيتس ميديا في الاطفال ممكن تلاقي المريض عنده فوميتنج ودايريا، بس بتلاقي الطفل فيفر ولازم تبص على الاير. فانت تعلم وتعود دايما ان انت اي طفل جاي لك ساخن بص على الاير بتاعته. ليه؟ لان الاوتيتس ميديا منتشره جدا في الاطفال، يعني هي مور كومن اكتر من الادلت ان يجي عندك طفل عنده اوتيتس ميديا. بتلاقي الطفل بقى ايه عمال يدعك في ودنه، عمال يشد في ودنه، ودنه بتوجعه. لو طفل كبير شويه هيقول لك انا ودني بتوجعني، تيجي تبص على التيمبانيك ميمبرين هتلاقيه كونجستد محتقن، ممكن تلاقيه بالجنج كده لو كان بقى جايلك متأخر نتيجة ان في بص او في مشكلة في التيمبانيك ميمبرين نفسه. طيب ايه هي الكومبليكيشن بتاعت الاوتيتس ميديا؟ هو مشكلتنا الوحيدة في الاوتيتس ميديا ان يحصل سبريد اوف انفكشن بره الميدل اير، فممكن بقى يحصل اكيوت سايبرات اوف اوتيتس ميديا، ممكن تقلب بكرونيك سايبرات اوف اوتيتس ميديا، فبيحصل دايركت سبريد فبتعمل مشاكل كتير، زي مثلا يحصل ايه كرينيال كومبليكيشن زي ماستايتس، فيشال نيرف باراليسيز، لابرينسايتس، ممكن يحصل اكسترا ديورال ابسس، مينينجايتس، برين ابسس، ثرومبوفليبايتس، اوتيتس اكسترنا، يحصل سب بيري اوستيال ماستويد ابسس، يحصل فين ثرومبوزس جاجولار فين ثرومبوز. فالاوتيتس ميديا اهم حاجه علاجها صح انك تدي مضادات حيويه، ادي للطفل مضاد حيوي طبعا او للراجل الكبير بيشتغل على الجرام بوزيتيف، لان غالبا الاورجانيزم اللي عامل الاوتيتس ميديا هي ايه زي ما قلنا في الاول، هي ستاف استريبت هيموفلس انفلونزا، فالحاجات دي كلها جرام بوزيتيف، فانا بدي مضاد حيوي بيشتغل على الجرام بوزيتيف. زي ما قلنا ان الكوزيتيف اورجانيزم الاستريبت الاستاف هيموفلس انفلونزا، فالحاجات دي كلها جرام بوزيتيف. ايه اللي بيشتغل على الجرام بوزيتيف؟ مجموعه البنسيل، بندي مثلا اوجمنتين هاي بايوتيك يونيك تام، الحاجات دي. فبما اننا بقى بنتكلم على الاي ان تي هنيجي للمشكله اللي هي ايه دايما بيتخانق عليها دكاترة المخ وأعصاب ودكاترة الـ ENT، علاج الفيشيال نيرف باراليسيز. دكاترة النيورو يقولوا ديت الحالات دي احنا اللي بنعالجها، دكاترة الـ ENT يقولك الحالات ديت احنا اللي بنعالجها. فالفيشيال نيرف باراليسيز انا عايزك تعرف عنه حاجة بسيطة خالص، الحاجة البسيطة ديت هي اللي هتمشيك وتخليك تبقى فاهم الفيشيال نيرف. طبعا
ازاي تشخصه، ازاي تعالجه، كلام من ده. احنا هنقول كلام بسيط جدا على الفيشيال نيرف. هو البيلس بولس دوت اسبابه بقى ايديوباسيك، حاجات كتير، فيرال، اوتو اميون، فاسكولار، تغير درجات الحرارة، حاجات كتير جدا. لكن انا اللي بيهمني كلينيكال بيكتشر، بتلاقي سادن اونست اوف يونيلاترال فيشيال نيرف باراليسيس. طيب اهم حاجة في العلاج انك لازم تعرف، طبعا انت اول ما تلاقي واحد عنده فيشيال نيرف باراليسيس هتحوله، ما تعالجهوش. اهم حاجة بس انك تعرف المانجمنت، انك بتدي ستيرويد لارج دوز ويز جراديوال ويزدرول. يعني انا بديله جرعة كبيرة من الكورتيزون وببدأ أقلل الجرعة واحدة واحدة وموقفش الكورتيزون على طول. تاني حاجة بدي أنتي فيرال دراج زي الأسايكلوفير. دول العلاج الأساسي. بعد كده بقى بدي سيبتوماتيك تريتمنت، زي إن أنا بدي أنالجيزيك، بدي فازو دايليتور، بدي شوية مالتي فيتامينز. لو المريض حاسس إن في مشكلة ممكن يحصل له سيرجيكال مانجمنت، نتيجة مثلا إن الفيشيال نيرف مضغوط عليه ولا حاجة، فممكن نعمل فيشيال نيرف ديكمبريشن. لكن بصفة عامة الفيشيال نيرف باراليسيس هو ده الحاجة الأساسية في علاجه. طبعا انت مش هتعالجه، يعني انت باعتبارك ممارس عام انك مش هتعالج الفيشيال نيرف باراليسيس، لكن انا بس عايزك تبقى فاهم العلاج ازاي. استرويد لارج دوز واسحبها من الجسم واحدة واحدة واقلل الجرعة بالراحة. انتي فيرال بدي اسايكلوفير، وبعالج بقى بدي انالجيزيك، فازو دايليتور، شويه مالتي فيتامينز، حقن فيتامين ب12 والكلام البسيط ده. ده كل اللي يهمك في حكايه الفيشيال نيرف باراليس. ممكن بقى اسباب بقى ان يبقى في التهاب في الفيشيال نيرف او في باراليس، اسباب كتير بقى، تروماتيك، فايرال، بكتيريال، حاجات كتير جدا. بالنسبه بقى للميدل اير احنا خلصناها، هنتكلم على الانر اير. الانر اير فيها شوية مشاكل بسيطة. طبعا معظم بقى اللي انت هتمارسه وهتتعامل معاه هي الاكسترنال اير والميدل اير، اللي هو الاوتايتس ميديا والاوتايتس اكسترنا. ده اكتر حالات انا عايزك تبقى عارفه. الباقي كله بس اعرف معلومات بسيطة، يعني مش مطلوب منك انت اكتر من كده. الانر اير بقى دي بقى معظم الحالات كلها حالات دكاترة ENT وهتحولها عشان تريح دماغك. لكن هنقول شوية معلومات بسيطة. هي وظيفة الانر اير ايه؟ الاكوليبريم. ففي حالات بتلاقي مثلا ان المريض عنده يعني ايه انفلاميشن في الانر اير، فبيبقى المريض ده بيشتكي من فيرتايجو، نوزيا، فوميتينج، نستاجمس، بيحس ان هو حاسس ان هو دايخ مش متزن نتيجة الالتهاب في الاذن الداخلية. التهاب في الاذن الداخليه بيخلي المريض ايه مش متزن شويه، حاسس ان هو دايخ. طبعا انا بقول كلام بسيط جدا. طب ايه هي الاسباب ان يحصل انفلاميشن في الانر اير؟ فايرال زي الميسلز والمامبو والانفلونزا، بكتيريال، بتلاقي المريض بيشتكي من فيرتايجو، نوزيا وفوميتنج، نستاجمس، المريض حاسس ان هو حاسس بدوشه كده في ودانه، حاسس ان الارض والدنيا بتلف بيه. فالعلاج بتاعها ان اول حاجه بيدرست، لازم المريض يستريح، لازم اديله انتي بايوتيك واديله انتي ايميتيك دراج عشان ايه حكايه الترجيع. في حاله يعني برضك تبقى يعني واخد بالك منها، حاجه اسمها حاله المينير ديزيز. مينير ديزيز هي عباره عن ايه؟ ريكورنت ديستنشن اوف ذا ميمبرينس لابيرنس، نتيجة ان بيبقى في مية في الاندولينف اللي موجود في الايه في الانر اير. من الاخر كده يعني في مية بتتجمع في الانر اير. بتلاقي المريض بيشتكي من ريكارنت اتاك اوف فيرتايجو ديفنس تينيتس، بتلاقي المريض بيشتكي من فيرتايجو ديفنس تينيتس، بتجيله فترات طويلة. اهم حاجة في العلاج بيدرست، وديله حاجة بتهدي زي الزولام مثلا وبيرجع، فديله انتي ايميتك دراج وتطمن العيان، وتبدا بقى ايه تحوله لدكتور اي ان تي. ومش مطلوب منك غير الكلام البسيط جدا في الاي في الانر اير، هو ده اللي مطلوب منك. فاللي مطلوب بس منك في الانر اير باعتبارك يعني دكتور ممارس عام، انك تعرف ان وظيفه الانر اير الايكوليبريم. لو مريض عنده مشكله في الايكوليبريم او في الاتزان او حاسس بفرتايجو دوخه وكلام من ده، بتحوله لدكتور اي ان تي. لو مريض جاله ريكارنت اتاك اوف فيرتايجو ديفنس، حاسس ان هو مش سامع كويس، الدنيا بتلف بيه، ده ممكن يبقى عنده التهاب في الاذن الداخلي.
العلاج بتاعه سيبتوماتيك، بتديله ممكن تديله مهدئ، تديله مثلا دواء زي البيتا سيرك ولا حاجه عشان الاتزان، وبتحوله بقى لدكتور الاي ان تي. دكتور الاي ان تي بقى يعمل له انفستيجيشن، يعمل له اللي يعمله. انت بس تبقى عارف الموضوع البسيط ده. انا كل اللي انا عايزك تعرفه على في الاي ان تي في موضوع الاير نفسه، انك تعرف حاجتين كويس جدا، الاوتيتس ميديا والاوتيتس اكسترن. دول الحاجات الاساسيه اللي تبقى عارفهم وفاهمهم وعارف علاجهم وفاهم فكرتهم العامه. طيب تعالوا كده بعد ما خلصنا الاير نعيد الاير تاني كده بسرعه بصوره سيبتوماتولوجي. يعني لو جالك مريض بيشتكي من ديفنس او هيرنج لوس، ايه هي اسباب ان المريض يقولك انا مش سامع كويس او انا حاسس ان انا مش سامع؟ الاشهر الاسباب اللي انت هتبقى تتعامل معاها ان يبقى المريض عنده كوندكتيف هيرنج لوس، يعني الاكسترنال كانال فيها حاجه قافله السكه فمش سامع كويس، نتيجه ان هو عنده شمع في الاكسترنال اير، في عنده فورين بودي، عنده اوتيتس اكسترنا، عنده اوبستراكشن قافل الاكسترنال اوديتري كانال، او مشكله في الميدل اير ان هو عنده بيرفوريتنج درام، عنده ادهيجن، عنده انفلاميشن، او عنده اوتيتس ميديا. ايا كان بقى نوع الاوتيتس ميديا، اكيوت كرونيك اوتيتس ميديا، ممكن يبقى عنده مشكله في قناه ستاكيوس، عنده ميكانيكال اوبستراكشن نتيجه ادينويد او نازوفارينجيال تيومر. ممكن يبقى سبب الديفنس ان حصل عنده فراكشر بيز اوف ذا سكال. ممكن يبقى عنده ميكسد هيرنج لوس نتيجه بقى ان هو عنده ايه كونجينيتال اتريزيا، او عنده مشكله نفسه في الهير نفسه، او نتيجه ان هو فعلا حصل عنده ايه يعني اللي هو الاخرس بقى اللي هو ما سمعش فما عرفش يتكلم. يبقى اشهر اسباب للديفنس او الهيرنج لوس ان في حاجه قافله السكه نتيجه بقى سواء كان شمع، واكس اكوميليشن، اوتيتس ميديا، اوتيتس اكسترنا، فورين بودي، هي ديت الحاجات الاساسيه. لو مريض بقى حاسس بثينيتس اللي هو حاسس بدوشه، سنسيشن اوف نويز ان ذا اير، هو حاسس ان هو سامع دوشه حواليه، لها اسباب كتير جدا، يعني اسباب كتير. اهم حاجه انك تشوف المريض عنده ضغط، عنده انيميا، هي دي الحاجات الاساسيه اللي تبص عليها. العلاج بتاعها بعالج السبب، يعني ممكن يكون مثلا عنده انيوريزم في الانترنال كاروتيد ارتري، هو ده اللي عامل الموضوع ده. ممكن يبقى عنده ارتيريو فينوس مالفورميشن. فالعلاج بعالج السبب، بنبدا نديله مثلا حاجه زي مهدئات، نقول له طب نام كويس، ظبط مواعيد نومك كده. طب لو تلاقيت مريض بيشتكي من اوتورية او اير ديستشارج، ودنه عماله تنزل فلويد، اول حاجه تشوف الفلويد هل هو دم، هل هو ميه، هل هو بص. لو كان بص غالبا عنده انفكشن او عنده تمبانيك ممبرين رابشر. لو كان ميه ممكن يبقى سي اس اف نتيجه بقى فراكشر في التيمبورال بون. لو كان بلد بتشوف ايه السبب، هل عنده اوتيتس اكسترنا، اوتيتس ميديا، هل هو جرح نفسه. طيب لو جاي لك مريض بيشتكي من فيرتايجو، اسباب كتير جدا للفيرتايجو، المينير ديزيز، التيمبورال بون فراكشر، ان المريض بقى يبقى عنده اي مثلا توكسيستي، عنده انفلاميشن، عنده حاجات كتير جدا ممكن تخلي المريض يبقى عنده فيرتايجو. فانا بعالج السبب وبنشوف ايه سبب الفيرتايجو. اشهر اسباب ان يبقى المريض جاي لك من اير ايك، وجع في ودنه، ممكن يبقى الوجع في السنان ومسمع في الاير، وجع في النوز ومسمع في الاير، ممكن يبقى عنده اوتيتس اكسترنا او عنده اوتيتس ميديا. احنا بكده يا جماعه خلصنا المشاكل الأساسية اللي موجودة في الإير، بتتلخص في إيه؟ أو أنا عايزك في خلال الساعة اللي إحنا اتكلمنا كلام مبسط جدا جدا لأبعد الحدود على الإير، أو الجزء الأولاني في الإي إن تي، إن إحنا اتكلمنا على الإير، بنلخص الكلام إن أنا عايزك تعرف مرضين مهمين جدا في الإير، الأوتيتس إكستيرنا والأوتيتس ميديا. الاوتيتس اكسترنا سببها بقى بكتيريا، فيروس، فانجس، الرجي. في كل الاحوال انت هتدي انتبيوتيك لوكال وسيستميك. لو كانت فانجس هتشيل الفانجس اللي عامل المشكله، ريموفال اوف ذا فانجس ماس، ماشي، وتحول اللي عنده فانجس في الاكسترنال اير لدكتور ايه
اي ان تي عشان يشيل الجزء بتاع، لان لازم نعمل كومبليت ريموفال للفانكس ماس. لو اليرجي بندي انتي هيستامينيك، لو فايرال بندي انتي فايرال، لو هي بكتيريال بندي ايه انتي بايوتيك، وفي كل الاحوال بندي انتي بايوتيك. طيب الاوتيتس ميديا، اهم حاجه تعرفها عن الاوتيتس ميديا ان هي فيها منها اكيوت وكرونيك، وان بتبص على التيمبانيك ممبرين، والاوتيتس ميديا منتشره اكتر في الاطفال، ولازم العلاج بتاع الاوتيتس ميديا ان هو ياخد مضاد حيوي كويس جدا ومحترم. في حالات الاوتيتس ميديا والاوتيتس اكسترنا لازم تبقى عارف ان المريض لازم ياخد انالجيزيك وانتي بايوريتيك، لازم ياخد مسكن وخافض للحراره عشان الوجع والالم اللي عامله له الموضوع ده. يعني ده حاجات اساسيه، والاوتيتس ميديا منتشره اكتر في الاطفال. ده اللي احنا اتكلمنا عنه يا جماعه، جزء بسيط جدا في الاير. الساعة اللي احنا اتكلمنا عنها في الاير دي حاجة بسيطة جدا. انت بقى حابب تزود معلوماتك، ممكن تقرأ اكتر في الاير، تذاكر اكتر، تروح تشوف حالات اكتر. نيجي بعد كده نتكلم على النوز. النوز طبعا في عندنا بقى الاناتومي والفسيولوجي والكلام الفاضي ده ما يهمناش في اي حاجة. اول موضوع مهم في النوز احنا هنتكلم عنه ازاي نعمل نيزل اكزامينيشن. النيزل اكزامينيشن انا لازم ابص على النوز بالانسبكشن والبلبيشن، اشوف هل في كده النوز شكلها طبيعي ولا لا، هل في ديفورميتي، هل في اي اعراض انفلاميشن زي ريدنس هوتنس بين سويلنج وإديمة. ببدا اعمل بلبيشن للنوز، بشوف هل في تندرنس، هل في ريجيديتي، هل في ماس ولا لا. ده بصفه عامه كده ان انا اعمل نيزل اكزامينيشن.